معنا الأخ عادل عاصلي نائب رئيس المجلس المحلي في بلدة عرابة البطوف. يعني أخ عادل، إحنا ما بنشوف قدامنا بالخلفية مدرسة حديثة عصرية سيتم افتتاحها في 1/9 من هذا العام، هو أمر طيب وأمر إيجابي. أول شيء بنقول مبروك لأهل عرابة ولهذا الحي بالذات. والأمر الآخر، إحنا شفنا الشارع غير صالح ولا بأي شكل لاستقبال الأطفال إنه يمشوا عليه، خاصة في كل ما يتعلق بالأمن والأمان والحذر على الشارع. بعرف شو تقييمك للوضع أنت؟ أولا نشكرك أخي أمين على مباركتك للمدرسة، ونحن أيضا نبارك لأهلنا في هذا الحي ولا في عرابة عامة في المدرسة الجديدة، والتي هي مدرسة من ناحية بنى ومن ناحية تحضير للمدرسة على ما أعلمه جيدا، ولكن يوجد هناك أمور خطيرة. ليس كما يقولون أن عادل عاصلي هو لا يريد المدرسة أن تفتح لأجل الإدارة، هذا كلام غير منطقي وفي غير مكانه. نعم. ولكن السبب أو من إحدى الأسباب التي عادل عاصلي لا يريد أن تفتح المدرسة في هذا الشكل هو أن هناك خطورة في الشارع الذي في الوقت الحالي يزفت. نعم. وهذا الشارع يوجد من فوقه ومن تحته أماكن خطيرة، وهذه أمامنا الأماكن، ونحن نعلم أن هذه أولاد. نعم. ونعلم ما هي الأولاد وما حركات الأولاد وما يستطيع أن يعمل كل ولد وولد مع الولد الآخر أو يسببه خطر. وهذه الأماكن والحجارة والشارع الذي يريد واق من اسمنت أو من حديد كما قلت في المرات السابقة في جلسات مجلس وفي جلسات مجلس إدارية، أن هذه المنطقة وهذا الشارع نريد أن يكون هناك جدار ليقي الأولاد ويقي السيارات ويقي المعلمين ويقي كل من يمرق من هذا الشارع ويخدمه هذا الشارع، لأن الخطورة الأكبر هي على الأولاد، وهذا من إحدى الأسباب التي لا نريد أن يكون لأبنائنا خطر على أجسادهم. نريد أن يكون أبنائنا من ناحية تعليمية في قمة التعليم في قمة التعليم وفي سلم الأولويات، ولكن ليس أن يكون هذا على حساب أجسادهم وعلى حساب الأضرار الجسدية التي نعرف كل ولد وولد ما يخص وما يقدم إليه. وفي اليوم نعرف أن هناك طفل رحمه الله يعود إلينا من أبنائنا من كبداتنا هو ابن الأخ ماضي الزميل الصديق الذي توفي رحمه الله، نسأل الله له الرحمة، في حادث سير. نعم. وهذا المكان لا يكون مكانا خطرا كهذا، ولا يكون أطفالا في ذاك المكان كأطفال في هذا المكان. نعم. لأن هنا مدرسة، والمدرسة مبنية من صف أول وثاني وثالث إلى السادس. نعم. وهذه أبناء وأولاد كثيرة الحركة وخطورة أكبر مما نتصور على الأولاد. نعم. يعني أخ عادل، مهما تحدثت المسؤولية ملقاة على إدارة المجلس المحلي، أنت أحد أعضاء الإدارة، يعني كيف بداخل الإدارة تستطيعوا أنكم يعني توافقوا على يعني افتتاح مدرسة بهذا الشكل اللي الطريق إليها يعني تسبب خطر يعني للأطفال؟ كإدارة، أنا من الإدارة، ولكن عدة مرات طلبت في جلسات أن يكون هناك واقي لهذه المدرسة. نعم. لهذا الشارع. نعم. ليحمي أبنائنا، المهم أن تفتح المدرسة، والأهم أن يكون أبنائنا في صحة جيدة. نعم. ولا يكون كل يوم من هنا أو من هناك أذاء لأي طفل أو أي ولد. نعم. فطلبت هذه الأشياء عدة مرات من الرئيس المجلس ومن الإدارة، والسبب في التأخير هو الميزانية، وأنا في لا أقول السبب أن هناك الميزانية، أنا ما يهمني هو ليس الميزانية، ما يهمني هي مصلحة أبنائنا ومن الناحية الصحية والجسدية. يعني ألا تخشون، يعني ما بتخافوا أنه وزارة المعارف تيجي تتفقد المدرسة والطريق المؤدي للمدرسة وبالآخر يعني تفشل عمل المدرسة؟ أنا للأسف على ما عرفته وعلى ما بعد الفحص
علمت أن هناك تقرير رسمي وتصريح من وزارة المعارف لهذه المدرسة من الناحية الأمنية. نعم. يوجد هناك تقرير رسمي وتصريح من الناحية الأمنية، ولكن أنا بإذن الله سأقوم في شكوى على وزارة المعارف أولا، لأنها صرحت في هذا التصريح الغير الذي في غير في مكانه، الذي في ليس في مكانه. نعم. لأن الأهم من التصريح للمدرسة هو التصريح لأمن الأولاد ولمصلحة. نعم. الأولاد ولسلامة الأولاد. نعم. وهذا ما يهمني أولا وليس على حساب التعليم. نعم، يعني احنا على مرمى يومين فقط من افتتاح السنة الدراسية، احنا شايفين يعني العدسة يتصور في مكان هالقد خطير جدا، يعني من المنطقة الغربية للمدرسة منطقة خطيرة جدا، يعني حتى الآن مش مغلقة، مش مسكرة، مش ما فيش عليها أي درب زينة. المنطقة الأمنية في المنطقة الدنيا من المدرسة هذه مسيج عليها من المنطقة الفوق. نعم. التي فوقها. نعم. ولكن ليس على هذا أتكلم، إني أتكلم على الشارع نفسه. نعم. الذي هذا الشارع لا يوجد شارع ولا يوجد طريق غيره لأن يمر الأبناء منه. فالخطورة أكثر بكثير في الشارع. نعم. وليس في المدرسة نفسها. مه. ومن هذا ولهذا السبب ما أعلمه اليوم أن ما يعادل 60 أو 70 أو 80 أو 70% من الآباء لا يريد أن يذهبوا أبنائهم إلى هذه المدرسة، والسبب الرئيسي هو الشارع والجدار الذي طلبته منذ أشهر. عادل العاصي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.